للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا. مرحبا بكم في قناة حلويات نجوم. اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معايا غنقدموا واحد لي طارت ديال التفاح اللي كتجي رائعه بالعجين ديال الصابلي، الصراحه بحال اللي كنشريوها تماما. والطريقه اللي هتشوفوا معايا فهي سهله وبسيطه، بالمكونات اللي هما متوفرين في البيت. كنتمنى تجربوها، كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم. والان خليكم مع طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير والطريقه ديال العجين، اول حاجه عندي هنا 250 غرام ديال الزبده طريه، كنضيف عليها هنايا 4 معالق كبارين ديال السكر سنيده، عندي هنايا واحد البيضه، وهنايا كنضيف واحد القشره ديال الحامض، وكنخلط كلشي مزيان. انا من بعد ما خلط كلشي مزيان، دابا كنضيف هنا ملعقه كبيره ديال خميره الحلوه، وكنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق هنايا تقريبا عندي 450 غرام ديال الدقيق الابيض، هنايا كنبقى نخلط في العجينه ديالي حتى كنحصل على واحد العجين اللي كتكون بحال العجين ديال الصابلي. من بعد ما جمعت العجين دابا كناخذ العجين وكنقسمه على جوج. بالنسبه للعجين الاول فانا نستعمله دابا، بالنسبه للعجين الثاني فانا نحربلو باش نحتفظ به. داك العجين اللي حربلته غنعملو في بلاستيك الغذائي، وغنعملو مباشره في المجمد حتى كيبرد ليا العجين مزيان عاد كنستعمل. هنايا خديت هذا القالب هذا من بعد ما عملتلو شويه ديال الزبده ورشيتو بالدقيق. بالنسبه للقالب يمكن لكم تستعملوا اي قالب عندكم. هنايا خديت نصف العجين وغنطلقوا فوق القالب على هذا الشكل هذا، يعني غنطلقوا على واحد الطبقه اللي هي كتكون رقيقه. وهنايا من بعد ما طلقتو في القالب على هذا الشكل هذا، دابا كنحيد ديك الزياده ديال العجين. وهنايا كنمروا لطريقه التحضير ديال الحشوه ديال التفاح. هنايا خديت 4 ديال التفاحات متوسطين ديال الحجم، بعد ما قشرته كنحكهم في الحكاكه اللي كتكون غليظه.
وهنا بعد ما حكيت التفاح مزيان دابا كناخذو كنعصرو مزيان كنحيد داك الماء اللي فيه. وهنايا من بعد ما عصرت التفاح مزيان دابا كنضيف لي عندي هنا 100 غرام ديال الكركاع او الجوز. من بعد ما قطعته الى طريفات صغار يمكن لكم تعوضوه باللوز او بالزبيب. هنايا ايضا ضفت 50 غرام ديال السكر سنيده. وهنايا كنضيف واحد شويه ديال القرفه. هادو هما المكونات. دابا غنخلط كل شيء مزيان. من بعد ما خلط كلشي مزيان دابا كناخذ القالب اللي سبق لي وعملت فيه الطبقه ديال العجين كنخوي عليه الطبقه ديال التفاح وكنفرشها مزيان فوق العجين. وهنايا بعد ما ساليت هنايا كنخرج العجين ديالي اللي سبق لي وعملته في المجمد. وكيف كتشوفوا معايا فكيجي بارد على هذا الشكل هذا، يعني كيقصح بزاف داك العجين، يعني طول ما برد مزيان كيجي احسن في الخدمه ديالو. هنايا خديت هذه الحكاكه هذه وكنبدا نحك في العجين ديالي باش كنعمل الطبقه الثالثه ديال العجين كتجيني على هذا الشكل هذا. يعني هنا كنحكو بحال اللي كنحك شي جبن. وهنايا نبقى نغطي حتى نغطي التفاح اللي عندي كامل بهذا الشكل هذا. الصراحه بهذه الطريقه هذه كتجي رائعه في المنظر ديالها، وايضا هي واحد الطريقه اللي هي مختلفه وسهله ايضا كتجي. انا هنايا نبقى مستمره حتى نغطي الطبقه الثالثه كامله بهذا الشكل هذا. وهنايا من بعد ما ساليت مباشره كندخل لي طارت ديالي للفران على درجه الحراره 180 درجه المده ديال الطياب تقريبا 20 دقيقه. وهنايا من بعد ما طابت كنخرجها من الفران وكنخليها حتى كتبرد مزيان. وهنايا كنزينها بالسكر كلاصي على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تعملوا السكر كلاصي، يمكن لكم تدهنوها بشويه ديال الناباج، يعني كيبقى الاختيار ديالكم بالنسبه للتزيين. وهنايا من بعد ما ساليت قدمت على هذا الشكل هذا. قطعتها الصراحه كتجي رائعه لا بالنسبه للمذاق ديالها ولا بالنسبه للشكل ديالها. وكيف شفتوا فهي طريقه سهله وبسيطه. الطبقه ديال الصابلي اللي كتجي هشيشه بزاف، وايضا الطبقه ديال التفاح اللي كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها الصراحه، ما تندموش كتجي غزاله. كنتمنى تعجبكم الحلقه ديما، واذا عجبتكم الحلقه ديما ما تنساوش تعملوا الاعجاب، وايضا تشاركوا الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده ان شاء الله على الجميع. والآن خليكم على خير، والسلام عليكم. للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد. وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا.